أصبح منهكا في الحرب على الإرهاب في حدودنا الشرقية في سيناء، وإن الجيش بقى مهتما ببعض المشاريع والجوانب الاقتصادية، وده على حساب قدراته العسكرية وقدراته القتالية. الرئيس على فكرة بيؤكد للجميع أن الجيش لم ينصرف عن دوره الأساس، والجيش قادر على حماية مصر والانتشار في 27 محافظة ومليون كيلومتر مربع في 6 ساعات. وهذه رسالة على فكرة رسالة كانت بالغة الأهمية. رقم 2، مسألة ما يتعلق بموضوع لبن الأطفال، عايز أقولك إن يمكن زي ما قال الأستاذ وائل البديل، يعني بعض اللي انتقد تدخل الجيش وبشكل سريع كان البديل إن أنا شخصيا قعدت مع أحد رجال الأعمال ووراني عبوتين لبن أطفال، قال لي أنا كنت خلاص جبت العينات وكنت هستوردها، والعبوة بتقف علينا بعد الرسوم والاستيراد والثمن وكل حاجة 28 جنيه، قال لي كنت هبيعها ب60 جنيه. أيوة. البديل اللي عمله الجيش على فكره للناس ان العبوه اللي بتيجي 28 جنيه هتتباع ب 30 جنيه. يعني هذا هو البديل. فانا شايف ان البديل على فكره اجتماعي ومنحاز للناس بامتياز. يعني ما يجيش بقى هنا حد يقول لك هو الجيش الدخلي، هو الجيش يعمل كل حاجه، هو الجيش كذا. الجيش على فكره الجيش عايز يسيطر على كل حاجه بيبقى فيها لبن الاطفال. لا الجيش على فكره اقتصاديا يعني منطقه الاقتراب من خالص، يعني ما يجيب العبوه ب 28 جنيه وتتباع للمستهلك ب 30 جنيه. اين الربح واين المكسب؟ كان البديل على فكره ان يبقى فيه مكسب اكتر من 100%، ان هي تتباع ب 60 جنيه يعني مكسب 32 جنيه. انحياز الجيش لهذا الموضوع، الجيش بيتدخل في الموضوعات ذات الحساسيه اللي بتمس المواطن بشكل مباشر، السلع، الزيت، السكر، الرز. الجيوش كلها كده يا جماعه؟ لا مش مساله الجيوش كلها كده. الجيوش كلها كده الظرف عندنا الظرف عندنا بيفرض على الجيش الوطني، وعلى فكره يمكن عايز اقول لك الدرع الذي استطاع الحفاظ على بقاء مصر وان هي تبقى قاعده الاستثناء لقاعده انهيار عدد من الدول المحيطه هو الجيش الوطني المصري. الجيش الوطني المصري اللي منحاز الحاكم ولا انحاز لاجندات ولا انحاز كده، انحاز لارض البلد ديت وللشعب دوت. فعشان كده الرئيس وهو بيبقى ده الرساله الثانيه اللي حضرتك بتسالي فيها، الرئيس بيقول لو حصل الاضطراب البعض على فكره اللي بيبخ سمه. خدي بقى الرساله دي برضه هتلاقيها مرتبطه بالرساله رقم 10 اللي هي مطالبه الاعلام بس الامل في نفوس الشعب المصري. دي مرتبطه بدي مسألة تصدير فكرة الإحباط واليأس للناس وإن الدنيا بقت صعبة وإن الحياة مش ممكنة وإن تبص تلاقي تسليط الضوء الإعلام مثلا على واحد انتحر على عمود ومش عارف كذا، تصدير الإحباط للناس من شأنه إن هو يقيم دولة لا تستطيع أن تنجو، يعني دولة خلاص دولة ميتة. صورة الموت ديت لما تصدر للناس هي صورة سلبية جدا. فالنهاردة لما الرئيس بيطالب الإعلام ببث الأمل في نفوس الناس، عبد الفتاح السيسي لما انتخب بعد 30/6 ورشح نفسه ما جاش قال للناس على فكرة أنتوا بعد 5 شهور ولا 5 أسابيع هيبقى الحل زي الفل وإن كل واحد يخش له 2000 دولار في الشهر. أكيد النهاردة إنه 3-5 سنين في عمر الشعوب ده رقم بسيط. بالتأكيد بالتأكيد. يعني حضرتك بص يا أستاذ عزة، البني آدم اللي بياخد سوبر ماركت مهلهل وخسران وكذا بياخد سنة عبال ما يعيد تنظيمه ويعيد هيكلته ويعيد ترتيب أوراقه ومسألة حساب الربح والخسارة وبالتالي يبدأ يحقق ربح. فما بالك بقى بدولة بحجم مصر. دولة بحجم مصر احنا كنا أمام خيارين، دولة فيها بعض الأمراض الاقتصادية والمتاعب ولا دولة. يعني البديل بقى مش دولة بيه، لا البديل لا دولة. فمسألة ان البعض دايما بيحاول يصدر فكرة اليأس للناس، انا شايف ان دي بلغة الخطورة وخطر اكثر من الخطر الخارجي. يعني الخطر الداخلي في الفكرة دي وفي الرؤية دي اخطر على مصر وعلى شعب مصر من الخطر الخارجي. الخطر الخارجي انت شايفاه جايلك منين؟ صحيح. كنت حضرتك بتتكلم على مسألة الهري على الفيسبوك وعلى الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الدعوات ل 11/11 النزول والغضب عن ارتفاع الاسعار بتحديدا حددوا 11/11. رسائل النهارده كانت فيها رد طبعا فيها رد.